والو فرنسا، فرنسا تطلب من البلاد البلاد والصحراء الغربيه باينه تاع بوريزاريو، ما كان حتى واحد ينحيها، فهمتي كيفاش؟ الصحراء تاع بوريزاريو ما كان حتى واحد، المغرب وفرنسا عندهم ورقه الاخرانيه يستعملوا بها. خوتنا الاعزاء السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده، نتمنى تكونوا بخير، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم معنا في القناه المتواضعه. في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا ثلاثه نتاع المقاطع ديال الفيديوهات، والفيديو الاول اللي غادي نشوفوه الاراء نتاع الجزائريين حول الاعتراف ديال فرنسا بمغربيه الصحراء. اصدقائي الاعزاء ما تخرج معكم في التفاصيل، غادي نخليكم تفرجوا وتعطوني الاراء ديالكم في قناه التعليقات، ما تبخلوش علينا باللايك لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربه. الحمد لله. سؤالنا اليوم راح يكون على يعني فرنسا اللي قالت باللي تيك الصحراء الغربيه انها تاع المغرب. اولا هو اعتراف ماشي رسمي من الدوله، من الحكومه، دوله فرنسيه، هذا وزير الخارجيه هو اللي اعترف بالشيء هذا، يعني ما كاش يعني كما يقولوا شيء رسمي، ولكن المغاربه يعني كما نقولوا احنا جيراننا ونعرفهم مليح، يقول لك اهل مكه ادرى بشعابها. دوك الاوروبيين هذا واش يحوسوا على المصالح تاعهم، بالك المغاربه بالك تنازلوا على امور الفرنسي لقاو يعني فايده في المغرب اكثر من الجزائر، لانه الجزائر عندها مبادئ وما تنزلش، ما تنزلش لا على حقوق ولا على عندنا قضيتين، قضيه الفلسطينيه وقضيه الصحراويه عمرنا ما تنزلوا عليهم، وعندنا مبادئ ما تنزلوش عليها، هي دعم المظلومين في العالم ودول المستعمره هذه، دعم الحق هذا هو. بكل صراحه فرنسا تلعب بالورقه الخلانيه، ما عندها والو فرنسا، فرنسا تطلب من البلاد البلاد والصحراء الغربيه باينه تاع بوريزاريو، ما كان حتى واحد ينحيها، فهمتي كيفاش؟ الصحراء تاع بوريزاريو ما كان حتى واحد، المغرب وفرنسا عندهم ورقه الخلانيه يستعملوا بها، ما كان والو هم ضايعين، فرنسا تطلب ماكرون يطلب هذاك تاع الرئيس تاع المغرب هم يطلبوا خلاص ما لقاوش هم يستعملوا بلي جوايز، خلاص ما بقى لهم والو، ما بقى لهم والو. احنا عندنا الجزائر عندها موقف مع الصحراء الغربيه، عندها احنا مستعارفين باللي تاعهم راح تستفاد، لانها دبلوماسيا ما ربحتش معانا، احنا خرجنا على الند في الند، احنا ما احنا 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 الاستعمار الفرنسي، انا ما نقولش فرنسا، ما راناش حابين نديروا معاها لي مارشي، راهي تستعمل الضغوطات من بينها البلبله الدير، يعني هما على كل حال المغاربه ما لقاوش واش يديروا، حتى يعني القمح اللي درناه قال لك ذكاء اصطناعي. انا من المنبر هذا نقول الجزائريين كاع ابكوا على بلادكم وما تسمحوش في هذا الملف تاع الصحراء الغربيه، باسكو كاين بزاف اللي ما على بالوش وراه يروح. هادو ضغوطات من الضغوطات اللي راهم يديروهم المغاربه، لان المغاربه دوك نقولوها بكل صراحه، دوك اليهود راهم استطنوا في المغرب، راهم حابين باش ولكن احنا كجزائريين نقولوا ان الصحراء الغربيه كما يقولوا خط احمر، وحنا كجزائريين نزيدوا نندوا حتى فرنسا نقولوا لها ما ديري والو، انت يا راكي استعمرتينا يعني من قبل، ودوكا نفسيا مازالت فرنسا دايره لنا الاستعمار. حنا كمغاربه كنقولوا لك بان الصحراء مغربيه وستبقى مغربيه، وإلا كنت يا راجل اجي دخل حيدها للمغرب. كما يقولوا الاستعمار النفسي، لهذا اقول ان الجزائر الملف تاع الصحراء الغربيه خط احمر. يعني واش حتستفاد من هذا الخط؟ ما تستفاد والو، فرنسا مدبدبه، فرنسا مدبدبه مريحه كاع فيها مع البنت كاع ولا حاطه رجلها، باسكو احنا رانا مع الزعماء راناش بلكي، رانا مع الزعماء فرنسا اي تعملها كاسكاره كرمين عليها الماء ما كان والو، خلاص دورو ما يتدي مزيان، لا غاز لا والو 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 والو، نحينا لهم كلش ما كان والو، دوك واش يستعملوا؟ دوك انا كيما قدر ندير لك والو، المغرب تاعها الصحراء. فرنسا هكذا ما كان والو، شوف يباتوا يغنيو، شكون يسمع لهم؟ المغرب يسمع فرنسا وفرنسا يسمع المغرب، هذا ما كان، واحد ما يسمع له، هذا البلدان تاع الخيم ما يسمع لهم، خلاص فقدوا التوازن، يعني حقيقة فرنسا فقدت، فرنسا تحسبها كيما كانت فرنسا، ماهيش بليسونس فرنسا خلاص. هي تستفاد من استفزاز الحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية، استفزاز الدولة الجزائرية، ولكن الجزائر ما استفزش من هذا اللوبي الفرنسي. احنا قلنا يعني في الحقيقه يعني فيها حكومه جديده، ويعني واليمين هذاك ما تطرف ما طلعش السلطه، ولكن الجزائر عندها مبادئ وما تركعش، وهم اللي يسحقونا ماشي احنا نسحقوهم. احنا الشيء اللي ربطنا مثلا مع فرنسا هو الجاليه الجزائريه اللي عايشه في فرنسا، هذا هو الشيء. احنا عندنا حلفاء
التقليديين، عندنا روسيا، عندنا الصين، عندنا قطر، عندنا الترك، عندنا ايران، عندنا كوريا، عندنا دول يعني كما وروسيا والصين عضو دائم في الامم المتحده، يعني اي قرار في الامم المتحده باش يجوز لازم ينتخبوا عليه هذا العضوين. على هذا الشيء حنا نقولوا لفرنسا لا تستضيف المياه العاكره، الجزائر مبادئ تاعها رسميه وما تغيرش، وحنا دائما هذا هو الشيء يعرفونا احنا بالجزائريين، الجزائري عمره ما يركع. فرنسا والمغرب فقدوا التوازن، هم يلعبوا هذا ما كان، هذا وسمع لهذا، فهمتي؟ هذا ما كان والو، احنا عندنا كلمتنا وعلى بالنا واش كاين، وهما يقصروا وحدهم والعالم كاع ما واش يسمع لهم. هادو اكبر الحاسه والشياته تاع النظام الجزائري. انا ما عرفتش هاد الناس هادو واش كيحلموا، واش كيهضروا بالصح، واش باغيين زعما يديو الصحراء المغربيه. انا كنظن بان هاد الناس راهم غير كيحلموا، والله ما عرفتش شنو كيتخيل ليهم الضمير ديالهم. ورا الصحراء المغربيه، ورا سلال ملف ديال الصحراء المغربيه، دابا راه خاصنا ندوزو باش نطالبوا بالصحراء الشرقيه. دابا هاد الشيء باش الجزائر خايفه من المغرب لا يطالب بالصحراء الشرقيه، والفلوس نتاع الشعب الجزائري كامله كلاتها البوليزاريو. غادي ندوزو نشوفوا واحد المقطع ديال واحد الفيديو ديال واحد الجزائري اللي كيهضر على واحد البوليزاريو دخل الجزائر. خويا الشعب الجزائري هذايا بوليزاريو، شوف هاو جاي طوموبيل من اسبانيا هاي ليك، دوك هذه هي البيحه الجزائري، شوف هاو طالع فيها هاوليك، هذا بوليزاريو، دوك هذايا هاو جاي طوموبيل من اسبانيا البيحه الجزائري، بوليزاريو يبيعوا لنا الكراس، شوف هاو شافني واحد ما حبش يعرف، شوف هذه طوموبيل جايه من اسبانيا، دوك هذه بدلها الماتريكول وتولي جزائريه بتشيبا ويبيعها الجزائري ب 300 مليون هاي ليك. هاد الخردة هاي شوفوا بعينكم، بوليزاري ولا خير من الجزائريين عندهم كرارس، وحنا مازلنا نطبعوا بكليو تاع 2002 هاولي. الاقتصاد في يد العصابة. هذه شهادة تاع هذا الجزائري كيقول بأن البوليزاريو عايشين حسن من الجزائر، وهذا الشيء هذا راه كاين، البوليزاريو عايشين الرفاهية، كل شيء عايشين مزيان، والشعب الجزائري المقهور عايش في الطوابع، ودائما كيسمع هذا النظام الجزائري اللي كيحاول دائما يكذب عليهم، وكيقول لهم بأن القضية نتاع الصحراء المغربية فهي غربية، وهذا راه حلم بالنسبة للجزائريين، القضية نتاع الصحراء المغربية فهي حسمت، الصحراء مغربية وستبقى مغربية. دابا غندوزو نشوفو آخر فيديو، نشوفو واحد المغربي اللي مطلعها على الملاكمة إيمان. الإخوان مشينا فيها. كاين البطلة الجزائرية الأولمبية إيمان خليف تقرر رفع دعوى قضائية ضد كل من تهجم عليها. الله أكبر. ناري غنمشي للحبس. غادي يدعي إيلون ماسك، وغتدعي ترامب، وغتدعي جورجيا ميلوني، وغتدعي الوفد الروسي، عاد غتكمل بالقجاع والطبقة. زير تيوب كانت أول من فضحت المخزن وتؤكد وتكشف عن هوية المغاربة المتورطين في قرار الاتحاد الدولي للملاكمة الذي أوقف إيمان خليف بدون أي سند قانوني. على هذه الشهادة محتاج سند قانوني. أنا أول مرة كنشوف ملاكمة صباعها فيهم الزغب تشتهد. والتهادي اللي جبدوا ليها المغاربه الارشيف ديالها كتضرب في الشامبانيا. ناض حافظ الطعراجي لبسها حوايج اخرين، الطعراجي لبسها الخمار. ودير ليها القصبه في الكاس، قال لك كتشرب حمود بوعلام. عمي الدراجي ما حشمش لبسها الصايا. بغى يستر ليها الاعضاء. مسكينه الله يلوج. انا الصراحه شفت هذه الصوره نخلعت يا جدك. نخلعت. واش هادو عندهم شي خلل هرموني ولا عندهم خلل من السمطه لتحت؟ ما بغاش يتفهم ليا هذاك الشيء. ما عرفتش بالضبط
واش الذكر عندهم انت ولا انت هي الذكر ولا ولا داك الشيء مش قلب عندهم ما عرفتش. هادي ما تقولوش ليا فوتوشوب. كاينه شي حاجه مخبيه تما. جاء زائر. جزائر في المسابقه الثقافيه ما فلحوش. لا يلا يا عبدي بالله مش طراجع لي زاب دومينو لي زاب دومينو لي زاب دومينو هبطوا لتحت. خطيره المغربي هذا. اصدقائي الاعزاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم. شكرا لكم بزاف، سمحونا لكم نطولنا عليكم. الناس اللي باقي ما اشتركوش معنا مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد اللي كنحطوا دائما في القناه المتواضعه. غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب والسلام عليكم.